النهاردة يوم حلو وسنة حلوة علينا جميعا بجد. مبسوط ان هي معايا النهاردة، مش عارفة اقول لك ايه ولا انا عارفة كمان شو بدي اقول، بس انا كتير بحبه. جاي اليوم اول مرة بحياتي بجي بحضر حفلة لمطرب ورا الكواليس، فهي اول مرة بس مو اخر مرة لعمرو دياب. فكتير مبسوطة اني يعني اعيش هذا الشعور. عمرو بيستاهل كل هالنجاح. انا لازم ارد على الكلمه دي لان دي كبيره عليا، لان اول ما جت كنت مبسوط لدرجه يعني اول مره برضو اشوف اهم نجمه مغنيه في الشرق الاوسط تبقى يعني مش عارف اقول ايه، بس هي صديقه وبعدين اصاله موجوده، يعني اصاله لا وطب الحته غني غني. لا شو غني لك شو ولا احبك موت. غني على برجي انا واحب برج وعشان تفاصيلك ضحك وبكى وسكوت لأنك الدنيا غنية يا عمرو. واللي لا الطور الطور والله لا حبك موت واحب برج الدور وعشان تفاصيلك ضحك وبكى وسكوت انا هبطل اغنيها تاني كده. لا في حاجات كفن بقى. طب هي قالت ايه؟ والله عن التوناتي بتاعك والله بحبك موت واحد